أما الآن ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول مكتب السيد الصدر إبراهيم الجابري. أهلا بك سيد إبراهيم. إذا ما الذي ينتقده؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك. ما الذي ينتقده بيان السيد مقتدى الصدر بخصوص التحالف أو ائتلاف السيد حيدر العبادي مع الحشد؟ ما الذي ينتقده بالتحديد؟ البيان واضح جدا، بيان سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر حول هذه القائمة التي أسمت نفسها بقائمة النصر، وأعتقد هذا تهميش لكل أدوار أبناء الشعب العراقي الذين اشتركوا ضد هذه الزمرة الطاغية من الدواعش. اليوم يسمي بهذه القائمة بقائمة النصر، وهل الشعب العراقي من الذي انتصر؟ الشعب العراقي أم غير؟ أم حزب دون آخر؟ فهل انتصر حزب الدعوة أم حزب الدعوة الذي سلم الموصل وسلم الرمادي وسلم ديالى؟ فللأسف الشديد هكذا أمور سياسية لا تؤخذ بهذه النظرة، هذه النظرة ضيقة، نظرة طائفية، وللأسف الشديد نحن نحتاج إلى وقفة شجاعة، نقاط كثيرة أدلى بها دلوه للسيد العبادي قبل الانتصارات حققتها القوات الأمنية وأبناء الشعب العراقي من المتطوعين الذين أعطوا الدماء تلو الدماء، وما حصل في السقلاوية وفي غيرها. أعطينا الشباب، كل من شبابنا الأبطال التي أعطاها بسبب هذا الحزب وهو حزب الدعوة. أما اليوم تأتي بهذه القائمة وتسمى بقائمة النصر، فأعتقد النصر هو انتصر فيه القوات الأمنية والشعب العراقي، وينتصر حزب دون حزب آخر، وهذا تهميش لكل أبناء الشعب العراقي. وأعتقد استهجنت العشائر العراقية وكل فئات المجتمع العراقي استهجنوا لهذه التسمية التي أصبحت تسمية حزبية ولم تسمى لأبناء الشعب العراقي الذين وقفوا ولا زالوا يقفون خلف القوات الأمنية التي أخذت زمام الأمور في كل المحافظات. طيب أيضا سيد إبراهيم، أكدتم الالتزام بتشكيل حكومة من التكنوقراط، هذا يتزامن مع عزائكم للشعب العراقي لما آلت إليه الاتفاقات السياسية. هذا يدفعنا لنسأل مدى إمكانية يعني إطلاق مثل هكذا وعود، تشكيل حكومة من التكنوقراط؟ سماحة الزعيم العراقي واضح جدا، وحتى قبل ان تكون هنالك المظاهرات المليونيه التي تحدث بها سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر، التي من خلال اثرها دخل ابناء الشعب العراقي الى الخضراء وقال بملء فمه سماحة السيد نحن اليوم على ابوابها وغدا فيها، ودخل ابناء الشعب العراقي، وكان سماحة السيد هو اول من دخل الى الخضراء بهذه الحكومة الخضراء التي أعطت رسالة كبيرة لهكذا حكومة فاسدة وللأسف الشديد. واليوم لازمنا نقول نحن نحتاج إلى حكومة تكنوقراط تخدم كل أبناء الشعب العراقي وكل أطيافه، ولن تكون بنفس ذات نفس طائفي، فيها السني والمسيحي واليزيدي وكل من تحمل العناء وكل من شارك ووقف ضد القوات الأمنية. نعم، أما إذا لا تكون تسمى بحزب واحد وهذا الحزب يسمي نفسه أنه المنتصر، فهذا يستهجن مطلقا لهذا أبناء الشعب العراقي. اليوم هم ليسوا كالسابق، أصبحوا كلهم سياسيون ويعلمون كيف تدار الأمور سياسيا من هنا وهناك. مسؤول مكتب السيد مقتدى الصدر إبراهيم الجابري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.